شباب حياكم الله وين ما تكونون. اليوم عندي شرح مفصل للدرج، لقياسات الدرج فقط، وهذا الذي بيمتلك خبره. هذا واحد. اثنين، لعقيس لك البيات مال الدرج. البيات مال الدرج اكثر قياسات هي 20 سنتي، بس ما راح تجي تقيسي باي طريقه. يعني البور سليم قياس، والمرمر قياس ارتفاع البايت. طبعا ابو المي ويانا في جمعه في سبع الامارات. بس اوضحكم ان شاء الله، والله الفيديو صار شويه مطول، بس هذا لازم شرح مفصل ويفيدكم. شباب درج الباية 20 سنتيم، كل باية 20 سنتيم. اذا عندك كانت 16 باية او 17 باية، طريقة هي بها اربع طرق للقياسات، فهاي الطريقة الامثل والاحسن تقريبا. تعالوا ويا بعض. تنزل فيتا بالله على الاسفل، وش يطلع عندك قياس؟ اضربه بالحاسبة تقسيم، واشوفك الطريقة الذي ما يمتلكون الحاسبة او الطريقة الحسابية. هنا ويا الارض الفوق عندي ثلاثة، ويا الارض الفوق 63 سنتيم من الارض، 63. بس التوضيح، توضيح الحاسبة بس ما خصك بهذا الموضوع. على الحاسبة عندي تقريبا ايش قد قلنا؟ قلنا 63 تقسيم 16 باية، يسوي هنا عندي سنتيمين 22 ونص. واضحة ان شاء الله. يعني الباية مالتك ارتفاعها الان احكي وصلت لعندي هسه الفكرة 22 ونص. بس اذا كان مرمر، هذا للتوضيح، اذا كان مرمر ارتفاعه 3 سنتيمات لازم الامراية تنقاص 18 سنتيم، وإذا كان بورسلين 20 سنتيم، لأن الارتفاع المراية مالته سنتيم واحد. كل ما تعلى كل ما تنقص من المراية مالتها. أنا هذا الدرس الأول توضيعي هسه، بالأطبق إن شاء الله ويكون عملي أوضحه أكثر، وإن شاء الله ينال إعجابكم. وتحياتي لكم وين ما تكونوا.